فاهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم فقرتنا النهارده هتكون عن الكاراتيه والنادي الاهلي. حدث ولا حرج، شفنا جيانا فاروق بنت النادي الاهلي وهي بتكرم في دوله الامارات الشقيقه. ابطالنا في الكاراتيه ابطال عالميين، ابطال على مستوى عالي جدا من الفنيات، ولو اتاحتهم الفرصه 100 مره في الاولمبيات هيجيبوا ميداليات. في البدايه برحب بكابتن محمد رمضان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر للكاراتيه. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا ونور قناه النادي الاهلي. الله يخليك. بنرحب طبعا بنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كريم ابو عيطه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا قناه النادي الاهلي. يمكن المره الاولى صح؟ كانت في مره في 2011 كده بس. لا لا، في الشكل الجديد اول مره. اول مره فعلا. صح محمد، مش اول مره بتهيألي. لا اول مره برضه. لا جيت قبل كده. لا جيت مع حضرتك، جينا مع حضرتك قبل كده. طيب خلينا نوضح للساده المشاهدين، الكاراتيه هي طبعا لعبه عالميه، لعبه بيشارك فيها دول كثيره جدا في دوري عالمي. هعرف من ضيوفي محمد، الدوري العالمي بيبقى كام جوله في السنه؟ الدوري العالمي بيختلف على حسب كل سنه، ساعات بيبقى 5، ساعات بيبقى 6، ساعات بيبقى 4. السنه دي المفروض ان هم 5 جولات، اتلعب لغايه دلوقتي 4. الاتحاد الدولي في جوله اخيره في امريكا قرر ان هو ياجلها لاجل غير مسمى، فكده يعتبر فهي تعتبر ممكن تتلغي. فهو كده لغايه دلوقتي 4 بس. طب انتوا السنه دي لعبتوا كام جوله؟ وفين؟ 4. الاربعه انا شاركت، هو مش كله شارك في يعني في يعني كل مش كله بيشارك في كله. انا شاركت في الاربعه، شاركت في الفجيره الاول، كان عندنا محطه في شهر 2 كانت في الفجيره في الامارات. الثاني محطه كانت في البرتغال. مصر خدت اول فيه صح؟ كنا جبنا ترتيب عام اول. فاكر لانه شرفتونا بعديها. طيب اللي بعد الفجيره كان في الدوري العالمي في البرتغال. البرتغال دي صح. مصر ما شاركتش فيها بس انا شاركت فيها فردي. شاركت فردي. انا رحت شاركت فيها، جبت فيها برونز ساعتها. ما شاء الله برونز. وفي الفجيره كنت جاي فضه. في الجوله اللي كانت في شهر 4 في الرباط كانت، والاخيره دي كانت في اذربيجان لسه. اذربيجان اللي احنا جايين، ويمكن دول الاربعه في الدوري العالمي. خلاص يعتبر كده السنه بتهيألي خلصت صح ولا انا غلطان؟ طب هل وسط البطولات يعني الدوري العالمي ده في بطولات ثانيه بتتلعب؟ هل في بطولات قاريه؟ في بطولات طبعا قرية؟ طبعا في الشهر الجاي بطوله افريقيا تتعمل في جنوب افريقيا. ممتاز. ان شاء الله يبقى في استعدادات ليها وفي تصفيه قبلها يعني. اكيد ان شاء الله.